النهارده كان عندنا نشاط مع الشباب ومع بعض الجمعيات اللي عندها اطفال ذوي اعاقه. عملنا نشاط ترفيهي دامج ما بين الاطفال ذوي الاعاقه والاطفال اللي بدون اعاقه. تخللوا بقى انشطه فيها رسم وغنى وحاجات فنيه وانشطه كده ترفيهيه علشان الناس ازاي تقدر تحس ان الاطفال ذوي الاعاقه ممكن فعلا ليهم طبعا احتياجات وفي نفس الوقت بيندمجوا في المجتمع مع الاطفال اللي بدون اعاقه. دول زعلان بيعمل ايه؟